السلام عليكم ورحمة الله. لقيت سيدة قبل قليل 40 مزرعها بمنطقة مولي رشيد إثر تعرضها لحادث سير خطيرة بعدما صدمتها دراجة نارية. وحسب أحد المصادر فإن دراجة نارية قامت قبل قليل بذات السيدة 40 أم لطفلين بمنطقة مولي رشيد. كانت تهم بعبور الشارع من أجل شراء الخبز قبل أن تتفاجأ بدراجة نارية كان يقودها صاحبها بسرعة جنونية. تبين فيما بعد أنه كان في حالة السكر مما أدى إلى إصابة السيدة بجروح بالغة الخطورة. استدعت نقلها إلى مستعجلة سيدي عثمان حيث لفظت أنفاسها فور وصولها المستشفى. يشار أن رجال الشرطة التابعين لمنطقة مولي رشيد قاموا بالقبض على سائق الدراجة النارية وإيداعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضي على أنظار المحكمة. نشكركم على حسن المتابعة.